راجل حقيقي طيب ومحترم وكريم وجدع وراجل بتاع ربنا جدا، كان على طول حج وعمره واغلبيه وقته كان بيقضيه في طاعه ربنا. بصراحه انا كنت مستنيه من الاربع عشان اطمن واطمنكم على صحه الفنان العظيم ما يعظمش على ربنا سبحانه وتعالى حسن مصطفى، وكنت مستنيه وعده لكن كان في وعد اكبر مننا كلنا انه يلاقي ربنا.